المتغيرات هي طريقة لتخزين البيانات بشكل مؤقت. شو يعني شكل مؤقت؟ يعني أول ما نسكر البرنامج جميع القيم المخزنة بالمتغيرات تختفي قيمتها وما بتنحفظ عنها. لذلك منقول إنه المتغيرات بأي لغة برمجة كانت هي طريقة لتخزين البيانات بشكل مؤقت. كل متغير بلغة البرمجة بايثون بيحتوي على الخصائص التالية: اسم المتغير، ID المتغير رح نشوفها ان شاء الله بعدين، قيمة المتغير، ونوع المتغير الموجود عندنا. هذا المثال عم يورجينا الخصائص الثلاثة تبع المتغيرات. فمثلا عندنا المتغير التالي معبر عنه بشكل صندوق، اسم المتغير هو salary، قيمة المتغير هي 10,000، نوع المتغير بالبايثون نوعه هو integer يعني رقم صحيح بدون فواصل عشرية. ومثل ما بنتذكر نحن بتصنيفنا بأنواع البيانات فنحن بنعتبره بيانات كمية متقطعة. تاني فكرة عن المتغيرات بلغة البرمجة بايثون إنه أسماء المتغيرات هي حساسة للأحرف. يعني إذا كتبنا اسم المتغير هيك height يعني بيعبر عن الطول، هاد ما بيساوي المتغير التالي. ليش؟ لأنه أول حرف هون هو capital letter أما هون هو small letter. لذلك لغة البرمجة بايثون تعتبر إنه هاد المتغير مختلف عن هاد المتغير وما بيساوي بالاسم. مثال تاني عن المتغيرات، هذا المتغير اسمه height، القيمة تبعه هي 1.76، النوع تبعه بلغة البرمجة بايثون هو float يعني رقم، يعني رقم بيحتوي على فواصل. نوعه بأنواع البيانات اللي نحن شفناها بيانات كمية مستمرة. آخر مثال بنشوفه هلا، إنه اسم المتغير هو staff name، اسم الموظف يعني، الفاليو تبعه القيمة تبع هذا المتغير هي أحمد، نوع المتغير تصنيفه تحت أنواع البيانات هو بيانات نوعية، نوع المتغير بلغة البرمجة بايثون هو string، string معناتها سلسلة نصية يعني سلسلة من الأحرف. كيف فينا نعرف المتغيرات بلغة البرمجة بايثون؟ ببساطة بالشكل التالي: بنكتب اسم المتغير، بنكتب إشارة اليساوي، بنحط القيمة تبع المتغير وبس. نفس الشيء هون نكتب اسم المتغير يساوي والقيمة تبعه، اسم المتغير يساوي والقيمة تبعه، اسم المتغير يساوي والقيمة تبعه. إذا لاحظتوا انه بالسلاسل النصية بانواع المتغيرات اللي نوعها string فنحن منغلف الاحرف الموجودة بعلامات التنصيص حتى تقدر لغة البرمجة بايثون تفهم انه الشيء اللي نحن حاطينه هون هو سلسلة نصية. مثال تاني عن المتغيرات، نقوم بتعريف متغير اسمه height بدل على الطول قيمته 1.67، متغير تاني اسمه weight بدل على الوزن قيمته 67.8، ولح نحسب مؤشر كتلة الجسم عن طريق المعادلة الموجودة هون اللي هي الوزن تقسيم الطول مرفوع للقوة 2. فعبرنا هذا الشيء بلغة البرمجة بايثون ان الوزن تقسيم الطول مرفوع للقوة 2. فإذا قمنا بطباعة قيمة المتغير BMI فلح تطلع النتيجة هي 21.8879. لمعرفة نوع المتغير عن طريق بايثون منقوم باستعمال شيء اسمه type. فإذا قمنا بكتابة type وبقلبها اسم المتغير فلح يطلع عنا مباشرة بشاشة الخرج
نوع المتغير الموجود اللي هو float. طلع معنا هون float لأنه الرقم اللي موجود بقلب هذا المتغير هو 21.8879، وبالتالي هو رقم غير صحيح بيحتوي على فواصل، مشان هيك طلعت معنا النتيجة float. إذا كمان حطينا كتبنا type وحطينا اسم المتغير height اللي معرف فوق، فلح يطلع نوع المتغير هو float لأنه القيمة الموجودة بالمتغير height هي رقم غير صحيح بيحتوي على فواصل. بعض أنواع المتغيرات الأخرى الموجودة بالبايثون، أول واحد حكينا شفناه. بعض أنواع المتغيرات الأخرى الموجودة ببايثون هي string، السلاسل النصية، شفنا مثال عنها قبل شوي. فمثلا full حط ساوينا هون متغير اسمه full name، حطينا فيه سلسلة نصية، حطينا فيه سلسلة نصية اسمها أحمد XYZ. فبعد ما عملنا التايب وحطينا اسم المتغير full name، فطلع النوع تبع هذا المتغير هو string، سلسلة نصية. عملنا متغير تاني اسمه married، حطينا بقلبه شيء اسمه true. متغير تاني اسمه x، حطينا بقلبه قيمة اسمها false، خطأ وصح. وقت عملنا type married فكان ال output النتيجة اللي ظهرت نوع المتغير اسمه bool، ونفس الشيء على ال x. وقت حطينا type x فكمان النتيجة اللي ظهرت عنا انه نوع المتغير اسمه bool. البول هو نوع من المتغيرات بيحتوي فقط على قيمتين، القيمتين هن يا true يا false، او فينا نعبر عن true بي واحد والfalse بي صفر. هذا النوع من المتغيرات اللي true او false اسمه boolean. قاعدة مهمة لازم نعرفها ونفهمها منيح، بانه بلغة البرمجة بايثون كل نوع من المتغيرات له مجموعة من البيهيفير أو التصرفات الخاصة فيه. فعلى سبيل المثال، إذا قمنا بتعريف متغيرين، الأول اسمه تيست واحد بيحتوي على سلسلة نصية هي A B C، وقمنا بتعريف متغير تاني اسمه تيست اثنين بيحتوي على كمان string أو سلسلة نصية جواتها D E F G، وساوينا متغير جديد اسمه new، وقمنا بجمع تيست واحد زائد تيست اثنين، فيا ترى شو القيمة يلي لح تكون موجودة بقلب النيو؟ النتيجة هي كالآتي: بايثون، لغة البرمجة بايثون، عرفت انه النوع تبع تيست واحد والنوع تبع تيست اثنين هو سلسلة نصية string. فوقت عملنا عملية الإشارة، حطينا إشارة الجمع هون، التصرف تبعها كان انه هي جمعت السلسلتين النصيتين بسلسلة واحدة وصارت على الشكل التالي. طيب إذا عملنا نيو 2 وحطينا تيست 1 ضرب 4، يا ترى شو النتيجة اللي رح تطلع هون؟ رح أترك هذا السؤال لإلكم مشان تجربوه أنتوا وتعرفوا شو النتيجة. بس أهم شيء إنه نتذكر إنه كل نوع من المتغيرات بيتصرف بتصرفات خاصة فيه. خلونا هلأ نبلش بتطبيق هدول المفاهيم البرنامج سبايدر مباشرة.